أول ما بناخد القرار ونحدد نوع الكومبليشن اللي هيتم استخدامه، في أسئلة تانية بنبدأ ندور على إجاباتها، زي كم عدد الطبقات اللي هننتج منها، وهل هننتج منهم كلهم في نفس الوقت ولا لا. ده بيودينا بعد كده إننا نتكلم عن المالتيزونز كومبليشن، وهو عبارة إني عندي كذا بايزون أقدر أنتجهم من نفس البير، فببدأ أفكر في أفضل طريقة أنتجهم بيها وأطلع بأكبر بروفيت، سواء على الشورت تيرم أو اللونج تيرم. وعندنا 3 طرق. أول طريقة هي السينجل سترينج مالتيزون برودكشن، والطريقة دي بتتيح إننا ننتج من كل المناطق في نفس الوقت من نفس السترينج، وده بيحصل عن طريق بعض التولز زي الـ SSD Sliding Sleeve Door. تاني طريقة هي الـ Dual and Triple String Multizone Production، ودي بقى بنستخدمها لما نبقى عاوزين ننتج من الـ Payzones كلها في نفس الوقت، بس كل واحد في مسار لوحده منفصل عن الباقيين، وده لما يبقى الزيت الموجود في كل طبقة ليه خصائص مختلفة عن الموجود في باقي الطبقات، ومن الخصائص دي الـ API والـ Water Cut، واللي بيأثروا على سعر الزيت بصورة مباشرة. آخر طريقة هي الـ Sequential Zonal Production. اللي بيحصل في الطريقة دي إني بنتج في الأول من آخر طبقة تحت خالص، ومش بننتج من اللي فوقها، وده من خلال إني أعمل Perforation في الطبقة دي ونبدأ ننتج منها لحد ما يحصل لها Depletion، وبعد كده بنستخدم سمنت بلاك عندها وننتقل للطبقة اللي فوقها، ونكرر العملية دي مع كل الطبقات. هنتكلم دلوقتي عن المالتيلاترال كومبليشن. يعتبر ألكسندر ميكايلوفيتش هو أساس المالتيلاترال تكنولوجي، لأن هو أول شخص حفر مالتيلاترال ويل سنة 1953 في حقل بشكيريا بروسيا، والحقل ده كان بينتج من سنة 1930، والإنتاج بدأ يقل جدا بمرور الوقت. الأبار سنة 1953 كانت بتنتج كميات قليلة جدا. في الوقت ده قرر ألكسندر أنه يطبق المالتيلاترال تكنولوجي وحفر فيرتيكال ويل. بعد كده حفر من نفس البير ده 9 فروع كمان. بالرغم من أن تكلفة البير ده كانت 1.5 تكلفة أي بير تاني موجود في الحقل، إلا أن الإنتاج زاد 77 مرة أكتر من إنتاج أي بير تاني موجود. المالتيلاترال ويلز اسم للأبار اللي ليها أكتر من تفرع من البير الأساسي، وكل فرع ممكن بيكون ديفييتد أو هوريزونتال في اتجاه تارجت معين. النوع ده من الكومبليشن بيسمح إننا ننتج من عدة أماكن مختلفة من الريزيفوار من غير ما نضطر لحفر أبار تانية كتير، وعلى حسب الديزاين أقدر أتحكم في المناطق بحيث أنتج منهم مع بعض، أعزل بعضهم، أو أفصل إنتاج طبقة عن التاني. وفي منه 6 ليفلز. أول ليفل المين بور واللاترال بيكون open hole وبستخدمه في حالة الهارد روك. تاني ليفل المين بور بتكون cased and cemented واللاترال بتكون open hole وبستخدمه في حالة الستيبل لاترالز. تالت ليفل المين بور بتكون cased and cemented واللاترال بتكون cased بس مش cemented. رابع ليفل المين بور واللاترال بيكونوا cased and cemented وبستخدمه في حالة الانستيبل فورميشن. خامس ليفل زي الرابع بالظبط، بس بيكون في junction isolation عن طريق الباكرز والتيوبينج، بحيث ان كل زوم ما تكونش معتمدة في انتاجها على التاني. اخر ليفل زي الخامس بالظبط، بس الفرق ان junction isolation بيتم عن طريق الكيسينج. المالتيلاترال كومبليشن دي اشكال كتير جدا، منها الفورشد، الدول اوبز ويل، laterals into horizontal ويل، laterals into vertical ويل، Multi-branched, stacked laterals. آخر نوع هو Intelligent Completion، وهو عبارة عن إني بضيف بعض الديفايسز أو السنسورز للcompletion string، بحيث أقدر أتحكم في السترينج بالكامل من على السطح أو هما يشتغلوا أوتوماتيك. وزي أي نوع من الcompletion، الIntelligent Completion ممكن يكون single zone أو multi stage أو حتى كمان multilateral. سواء استخدمت أي طريقة، لازم الـ Completion String يكون مدعم بالـ Sensors ويكون على السطح الـ Devices اللي بقدر من خلالها أتحكم في الـ String. من ضمن الأجهزة اللي بتستخدم هي الـ Inflow Control Device أو الـ ICD، واللي بستخدمه عشان يزود لي الـ Recovery لأنه بيقلل من إنتاج الـ Water أو الجاز،
وده بيحصل عن طريق انه يعمل باك بريشر قصاد المناطق اللي بتجيب عليا فلاوت وبالتالي يقلل من انتاجه. التكنولوجي دي استخدمت في الشرق الاوسط من شركة سعودي ارامكو اللي حفرت مالتيلاترال ويل، وبعد سنة من بداية الانتاج زاد الووتر كات لنسبة 23%، وده اللي خلى الشركة تلجأ لاستخدام الاجهزة دي، والنتيجة ان الانتاج زاد ونسبة الووتر كات قلت ل 0%.